السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان اليوم ان شاء الله. غنديروا دي ميني تارت بلا كريم باتيسيير ولي فروي. البنات، العجين ديال هاد لي تارتوليت او لي ميني تارت غنحتاجو 125 غرام ديال الزبده بحراره المطبخ، 100 غرام ديال السكر كلاصي، 250 غرام ديال الدقيق، البيضه كامله، ونص راس المعلقه ديال الخميره ديال الحلوى. حنا ما بغيناهمش يتنفخوا، غير باش يبقاو لينا رطبين. بالنسبه لا كريم باتيسيير، يعني على التعريف كنحتاجو اتر لترو ديال الحليب، كنحتاجو 160 غرام ديال السكر سنيده، 120 غرام ديال الدقيق، زيت البيضاج، وساشي ديال فاني. بالنسبه للبيض غنديرو 5 صفار وبيضه كامله. نبداو بالعجين، هي الاولى بحال العجين ديال صابلي. كنجمعوا الزبده مع السكر كلاصي، عاد باش كنزيدوا الدقيق والبيض. اول حاجه غديروا هي الزبده مع السكر، عفوا السكر كلاصي. غنخدموها مزيان حتى تولي بحال البوماده، نفس العجين، نفس التقنيه اللي كنخدموا في العجين ديال صابلي. نخدموا مزيان نخدموا مزيان الزبده مع السكر كلاصي. ملي كنخدموها كتولي على هذا الشكل، كتولي بحال البوماده. كنزيدوا البيض وكنخدموها عاوتاني مزيان، حيت ملي كنزيدوا الدقيق ما كنبقاوش نخدموها، غير كنجمعوها باطراف الاصابع. من بعد ما زدنا البيض خدمنا العجين مزيان، دابا غنزيدو الدقيق. بالنسبه للدقيق انا دايره 250 غرام، على حسب النوعيه ديال الدقيق، يقدر كاين الدقيق اللي كيشرب ودقيق لا. ما نزيدوش الدقيق كله في دقه واحده، نزيدوه تدريجيا حتى نشوفوا العجين انها يفو، العجين تكون متماسكه. صافي نحبسوا الدقيق. صافي جمعنا جميع المقادير، كنحصلوا على عجين بهذا الشكل. بالنسبه للدقيق راه قلت لكم 250 غرام، ولكن زدت واحد 20 غرام، بحال في المجموع 270 غرام، على حساب الدقيق. دابا غندخلوها للثلاجه لمده ساعه بحال هكا، عاد باش نبداو نقادوها في المولات. دابا نصايبوا لا كريم باتيسيير، نديروا اترو الحليب في الفريزينا. بين ما افاد لينا الحليب درنا هنايا 5 صفر ديال البيض وبيضه كامله، نزيدو سكر سنيده و طاشي ديال الفاني. نخلطو هاد العناصر مزيان، نزيدو 120 غرام ديال الدقيق. ملي خلطنا جميع العناصر كنتسناو حتى يفيض لينا الحليب، عاد باش غنخلطوا البيض والسكر والدقيق مع الحليب، ونحركو مزيان بهاد لافروسطه، بهاد الطراب اليدوي، باش لا كريم باتيسيير ما ديرش لينا دوك الحبيبات صغيورين. ملي كيفيض لينا الحليب كنزيدو الخليط اللي خلطنا ديال البيض والسنيده والدقيق، كنزيدوه تدريجيا ونحركو مزيان. كنبقاو غاديين بحال هكا حتى كنساليو هاد الخليط. صافي لا كريم باتيسيير وجدات لينا، دابا كنخليوها تبرد. من الافضل نديروها في الثلاجه باش تبرد لينا. بالنسبه لا كريم باتيسيير انا درتها بهذا ديال الزاج، وغنغطيها بالسلوفان من الفوق باش ما ديرش ليا هذيك القشره الفوقانيه. من الاحسن ديروا ليها بحال هكا باش دغيا تبرد، والسلوفان باش ما ديرش ليا القشره الفوقانيه. بالنسبه لا كريم باتيسيير نسيت ما قلت لكمش، خاصها تكون سخونه، ماشي حتى تبرد وديروا ليها الميكا، خاصها تكون سخونه باش ما ديرش لينا هذه كيف قلت لكم قبيله بحال واحد القشيره كتكون الفوق. تحت العجين ديالنا كنكرصوها بحال هكا،
انا غنديرها في هاد المول الصغيورين. ديجا دهنتهم بالزبده ورشيتهم بشويه الدقيق، ديروا شويه الضو من بعد ما كملنا العجين كامله. هنا تقبتهم واحد شويه باش ما يتنفخوش لينا، رغم احنا دايرين غير شويه، غير معلقه ديال الخميره. بالنسبه للثياب بحال الثياب ديال صابلي، غير كيشد فراسو واحد شدوا فراسو واحد شويه وكيبداو غير يتحمروا غير شويه، صافي كنطفيو عليهم. طابو هاد لي ميني تارت كنتسناهم حتى كيبردوا عباش كنحيدوهم هاد لي بتي مول ونديروا لا كريم باتيسير، ديك الساعه غنزوقوهم داكشي اللي عندنا في الدار. لي تارت ملي بعد ما بردوا لينا سقيتهم هنا بعصير الليمون وحتى لا كريم باتيسير بردات لينا. شفتوا فاش قلت لكم كنديروا الميكا ما كيديروش ديك الجليده بحال القشيره الفوقانيه، ما كديرهاش لا كريم باتيسير. دابا غنبداو التزيين ديالنا. درنا لا كريم باتيسير في كاع الميني تارت، دابا غندوزو للتزيين. هنا عندي الكيوي وفرامبواز والبنان، ممكن ديروا اي حاجه عندكم، التزيين كيبقى اختياري. هذا هو الشكل النهائي ديال الميني تارت اللي درنا، كيجيو على هذا الشكل. الصحه والراحه عليكم.